هنا خلصنا أول جزء وتاني جزء العقدة المربعة، وتقريبا بينتهوا الاتنين عند نفس المستوى زي ما احنا شايفين هنا كده، في نفس المستوى وفي نفس الخط. الخطوة اللي بعد كده هنعمل زي العمود ده، هنعمل واحد تاني هنا بنفس الطريقة وبنفس الشكل، العقدة النصفية الرأسية بطريقة تسلسلية. وبعدين من ناحية اليمين وعشان تدينا منظر جمالي، مش ضروري ان احنا بنضيقها جامد او نحبكها زيادة، بنسيبها شبه مرخية. وبرضو بنكملهم 16 نفس العدد ده.